عندي طلاب من سنة أولى لسنة ثامن بالمعهد صلحي الوادي، وهذا في برنامج يعني كتير، في برنامج صعب، في برنامج كيف صغار مو كتير لسه صعب، بس يعني هن خلاه تعرفي كتير مهم شكل شو هن صغار في مشترك بالحفلة، مشان بعدين ما بيخاف وتواضت على الحفلات. حقيقة يعني شيء بيفرح القلب انه بعد كل هالسنوات الحرب بسوريا لسه سوريا ولادة عم تولد اطفال موسيقيين موهوبين عندهم هذا الحس الموسيقي، وهذا الشيء بيبشر بسنين ان شاء الله يعني جاي بخير يعني. وطلابنا دول كلهم اغلبهم طلابي من هنا وصغار، كمان انا بالسولفيج مادة السولفيج. فيدال الحارس عمري 12 سنة، صار لي 3 سنين عم بعزف على البيانو، وصار لي 3 سنين بالمعهد صلح الوادي، وهي هوايتي المفضلة البيانو. رامي أيمن رعادي عمري 10 سنين، عزفت معزوفة اللي اسمها سوناتا بيتهوفن. Thank you.